اداء تشكيله، والتشكيله اللي دخلت كانت مخالفه المعايير اللي كنا سناهم كاع. حنا بلالي اطري ما غاب عنا تعدي الطربوسه، سنينا بلالي ما يكونش. حنا شفنا بلي بن طالب عنده صافي دوزو ما لعبش لي ماتش الاخرين وين ولا يجي وين دخلت يوتيلا. شفنا بلي اغلب الركائز اللي كانوا مشي كانوا في مستويات بالدنيا كيما زروقي كان يلعب، ولما زروقي طلع المستوى ديالو ولينا نشوفو زروقي ما يلعبش، شفنا عدد نقاط استفهام دارها بالماضي البارح، شفنا التغييرات اللي كانت ما فهمناهاش علاش. من حنا بنجح دونا ماكسيموم وخلى لا ديفونس انغولا دائما في الافكاري ديالها، بعد ما خرج دخل سليماني افونسات ليكيب هذيك. شنا ايكيب احنا ماركينا لها بقات هي مبلوكيا، وشنا بلي بالماضي ما دار حتى تغيير وما دار حتى شونجمون تاكتيك دو زامي طول مزيت المدرب كانت غايبه ما فهمناش. تشكيله الفريق الوطني دار عليها بالماضي لاحسن مدرب في افريقيا كانوا في الشوط الاول يعني ما شاء الله كان عندهم الاستحواذ على الكره واللعب الجماعي والتقنيات الفرديه. الفريق الوطني في الشوط دخل بقوه، ولكن بين قوسين بالماضي خطا كي بدا خرج بالليلي وخرج الناس من الهجومات خاصه سليماني ولايه معروفين يعني، خاصة الفريق الوطني في الشوط الثاني ما متش كما الشوط الأول. يعني واش نقول لك يعني فريق التشكيلة دارها بالماضي يعني تشكيلة ما شاء الله لازم ما يخلي حتى واحد في الاحتياط كلهم يدخل هجوم. تشكيلة مليحة على كل حال، بصح كاينة حاجة البارح ما حرش شغل ما بيناش، هو اللي يلعب من قلبه البارح بالليل بالليل يعطيه الصحة. بونجاح نستناو فيه باسكو علاش بونجاح كون ما شوف بونجاح عنده حاجة شغل عادي كيما في البيت الأول شغل كيما في يروح معاه بعيد وكل كون كي بدا يعطي يخرج من الماتش صاي يخرج من كوب دافريك صاي. احنا البارح سينا انكم شو انكم ماشي لابريسي سينا عمار وشي بيتانيك يعطيه الصحه لعب مليح. بصح شوف اللي خاص شغل اللي خاص في الكون خاص براهيمي يا براهيمي خاص في الوسط بزاف يا والله غير خاص وغير عيط له. كانت تشكيله يعني نقدروا نقولوا باللي مليحه كانوا ملاح ابار نبيل بن طالب اللي كان خطا تشكيله ما ضوناش كامل مليح وما لعبش مليح كما نقولوا. كان قادر يدخل حسام عوار يقدر يدوني خير منه. وبن طالب لي كارطون جون باطل هذيك البيناتي بوريا تما غلط بزاف. ومن ناحيه التغييرات بالماضي تاخر شويه في التغييرات وغلط كي خرج بلايلي ودخل الناس. نورمالمون رياض محرز اللي ما كانش مليح كاع ما شفناهش كاع البارح، رياض محرز نورمالمون يخرج في الشوط الاول. نهاية الشوط الأول خروج رياض محرز ودخول أدم والناس. من حيث التشكيلة كان بريمير ميطون لعبوا شغل إيفيكا 10 على 10 معايا. مي في الدوزيام ميطون مش المشكل في التشكيلة، المشكل في المناخ اللي راهم فيه شغل اللي عياو شغل صار لهم إرهاق بدني للجوار. كان قادر يخرج محرز يدخل واحد في بلاصته يكون جان صغير حار عنده قوة بدنية. بريمير ميطون دومينا دوزيام ميطون هردوها من الأخر. نورمالمون يخرج ليميرو 19 هذاك نورمالمون يخرجو ما يخرجش بلايلي وبونجا بلايلي وبونجا طومينا ولا بارتي محرز شويه برك شويه برك محرز. تشكيله البارح انا نقدر نقولو شابه يا خويا كان لعب شباب ثاني يا خويا مي كانوا لي جوار شويه تقال بلايلي ما عجبنيش البارح يا يعني ما فهمتش واش كاين بالك كان دايرها بالك لا ما تقدرش تعرف يا خو. تغييرات ممتازه يا شوط ثاني عجبوني في تغييرات يا خو. ادم الناس لعب دور شباب حرق مليح في التيران